حبايبي، كيفكم؟ اسمي بيرلا وانا اليوم مع كل الشلة. ارز جويل روني. اليوم بدنا نساوي مين اكتر واحد. انتو كتبتوا لي على الانستغرام مين اكتر واحد مثلا بوكر، وامي رح تيجي من وراء الكواليس ورانا وهي تقرا السؤال مين اكتر، بعدين حسب رايها هي رح تغط راس الشخص، بعدين احنا بنتناقش يعني اذا هذا الصح ولا غلط. واكتر واحد نحفه بالدار. هي بتشد براسه وانا معلقه هيك. شاده انت ايش نحفه من ناحيه شو ماما؟ يعني انه عليها نحفات بتضحك، يعني كثير اشياء بتعمل كله كذا. يور لا راني مش عاجبه الوضع. راني تفضل ناقش ايش مش عاجبك. مين بالنسبه لك اكثر واحد نحفه؟ جوجو. مين اكثر واحد بيتمشكل بيعمل مشاكل؟ لف وجهك. لف وجهك. كلنا عارفين مين اللي راح يفوت بقلب الصحن. اكثر حدا فيش عنده احيانا حدود بالمزح. اوكي. ليش بتفوتي له هيك؟ بس بتفوتي له لازم ماما لازم يخش ويضر باخر الصحن. مين اكثر واحد بياكل؟ لا انت مين اكثر واحد بياكل؟ او مثلا اذا تيني حطي حطي الراس ما بعرف بالضبط. مين حدا باكل اكثر شيء؟ مين اكثر واحد باكل؟ كيف يا كيف معروف مين ومش احنا؟ شفقاني على اولادي، شفقاني على اولادي. الا انتوا الجوز اكثر اثنين بتاكلوا، انتوا بتشربوا ناس، هذا مش اكل. مين اكثر واحد بيطول لبين ما يجهز؟ كلنا بنخلص وبنروح وبنيجي وجوال بعدها. لا مش مزبوط، مش مزبوط. لا مش بتعمل خزانه بس بتطلع على لا، وكل شوي مثلا بتطلع من الاوضه خلاص بدنا نطلع، بتعود بترجع تنسى شيء، تنسى سويرتها، بتعود تطلع نسيت نظاراتي، بتعود ترجع بلوز. طيب بس بعد شيك على المرايه، بتقعد اكثر وحده على المرايه. شغوف، يعني يعمل الشيء بحب جدا. ايوه يا شغوفه، يعني بتعمل ارز ده بعده مش غاطس راسه عن جد. يعني بتشوفوها بيرلا لما بتعمل وظايفها للدراسة قديش من كل قلبها بتعطي، يعني لتفاصيل الصغيرة جدا والدقيقة بتزبطها وبتعملها من كل قلبها، يعني بكل اتقان ومهارة ومحبة. مش بيطلع لها طول راسها بالمي. شاطر بالدراسة. يا ويلي يا ويلي. كلهم شاطرين. خلاص برا. مين اكثر واحد بدرس معه عن جد؟ اسا مش كلنا بندرس. لا كلكم. لا راني بدرس. نبيه وبينتبه. مين بنتبه هيك؟ عنده نظره سائقه ثاقبه. انا عرفت مين يعني. انا عرفت مين كمان يعني. سيب راسه. ايوه خلوش شيء بشوفه بنت مولاش. خاصه ارز. خاصه ارز. انا كنت عم بستنى ارز. انا بستنى بس ارز. مثلا نفرض احنا المطبخ وهو قاعد باوضته بسمع شو عم يحكي. او ماي جاد. صح. طب كل قاعد احنا بنحكي ايش مالك انت عم تحكي معك؟ مين صريح اكثر شيء يعني؟ بكون اضحك وانا هاي بطلع برنار. مين اكثر واحد بيعصب بسرعه؟ انت عصبي اكثر. مره كنا بدوج نقطع شحيح من دوج. كنا بمحل مهم، جينا نقطع الشارع انا وارز قاعدين بنقطعه عادي يعني، تيجي بتحكي لنا يلا خلصوني. بهدلوكي. انا وياكي كثير بنمشي سريع. يعني مثلا انا بحس بالجامعه كمان كثير بمشي عادي يعني، بكون وهدلك بتمخطر من ورا وانا بكون اول وحده وهن كلهم من ورا. هادي ورايق. يا لذيذ يا رايق. يا لذيذ يا رايق. ارز هيك رزين كتوم وما يفضفض. يعني بيرلا بالموت بنطلع منها كلمه بنحسها ما لها شيء، بالموت تطلع كلمة وهي إذا طلعتها يعني. يلا بيرلا. قولي. ايوه كمان كمان خلص بتحبس جواتها وبتفضفضش. بابا. هذا بتصير له مواقف محرجة. اعتقد انه بيرلا. هذا السطر اللي بحكي عليه. انا وضع صعب بهدلة يعني. اكثر واحد كان يغلب بالمدرسة، ما فيش عندي حدا بيغلب بالمدرسة ف يا اولادها بيرفكت. ولو شكوى واحدة طيب بتذكر. مرة واحدة ايش خليه بحب يبسط ويسعد غيره.
فات صباحها بلا. طب لو ايش قدمت خصمك؟ ترلم لا. مين اكتر واحد بحب الوحدة؟ كيف يعني انا؟ انا بحب اضلني لحالي؟ لا ما بتصدق وانت اخوتك يطلعوا من البيت بس انه ما اكون انا معها يعني اكيد بس تكون جوال معي يعني اكتر واحد دلوع يلا دا ايه لا لا مش انت تفاجئ كمان مين اكتر حدا اكبر من عمره؟ خلص لا وضايق ختيارة جوجو بتيجي يعني هيك انه عندها وجع ظهر انا اكتر وحدة اكبر من واعية شو قصدي؟ مين اكتر حدا لطيف فيكم؟ الروزي لطيف الروزي اللطيف الكيوت لطيف هذا ليش شو مالك انت؟ ايش كنت متوقع ممكن نحطك انت مثلا؟ لا انتو احنا لطيفين احنا لطيفات يا جنتلمان كثير هيك راقي مش منا مين اكثر حدا بصور يعني ما فيش مجال للنقاش يعني انا مش علي بس والله علي مين اكثر حدا بيساعد يا مساعد جوال مين ما بقولها جوال ركض مين اكثر واحد بينام بالبيت خلص او ماي جاد اليوم مثلا اليوم ركنت على جوال تعير تليفونها ما قلتليش عير انا فكرتك عيرتك امبارح قعدنا نحكي بدنا ننام بكير عشان نفيق بكير ونخلص ما علينا وجوال بدها تقوم تدرس بتقول لي مفكره في الساعه 8 ونص تمام المهم انا ركنت نمت وانا نمت ركنت بس انا الصبح هيك بتعرف فايقه يا الله هيك شبعاني نوم في شيء غلط يعني طلع على التليفون الساعه 10 الله لا يسامح مين اكثر واحد حساس فيكم حساسي واو فيرنا حيوان بس يمكن ارز اكثر ليش مش ارز شو انا لا انه ارز حساس أكتر. انا اكثر وانت صغيره كنتي اكثر اسا تمسحتي شوي مين اكثر واحد بصرف مصاري على اللبس اللي سال هو جاوب بحس بيرلا واحساسه بمحله بحب اللبس شو اعمل مين اكثر واحد بضل يكذب اكثر حدا مين بيكذب شو غلطانة مين انت بالنسبة لك اكثر حدا بكذب بكون يكذب بحكي انا كنت امزح ارز بمزح مش بكذب دايما طب انت لما تكذب بتقوليش انا بمزح لا سير قول مين اكثر واحد بتحمل المسؤولية يا علي مين اكثر واحد حنون على اخوته حبيبي سحلك انا بقول بيرلا انا حنونه مين نزلت نحله تنتين مين اكثر واحد مكبكب بالبيت يعني حاليا بهاي الفتره والفترات السابقه واللي جاي الفترات القادمه بالاربع سنين هذولا ايوه بيرلا انا عندي اكثر غراب عندي كثير غراب حرام فيش وين تحطهم عن شد لدرجه لدرجه تحطهم على التخت وبتروح على تخت جوال اكثر واحد طماع طماع كل شيء بدك صح مين اكثر واحد بضل يحكي وما بسكت يعني جوال ايش بصير اشياء يعني بتقعدش تخلص مين اكثر واحد ممكن تتزوج اول شو شايت على الماضي مين اكثر واحد بيعرف يطبخ جوال بتحب تطبخ وبتحضر كثير توب شيف وهالشغلات يعني بتحب الاكل يعني بس قليلة خواص بتعملش بالضبط قليلة خواص انا فاضيه مين اكثر واحد بحب يدرس ما عندهاش مشكله تقعد 24 ساعه هاي بس شو يعني هي 24 ساعه هيك بس نفوت عليها لا انا بكون ادرس مثلا باخذ 5 دقائق تداعي على تليفوني 5 دقائق ولا 24 ساعه
انت دائما بروح بنقزها هيك، ما باجي بدي انقزها ولا بلاقيها على التليفون على الانستغرام. طب ايش يعني اضل يعني عشان انت دكتوره اضل 24 ساعه ادرس؟ مين بدرس 24 ساعه؟ لا، ومرات بروح هيك باجي بدي انقزها بلاقيها حاطه قاعده بتحضر مسلسل مشان تدرس شغل مسلسل هيك 5 دقائق. مين اكثر حدا بحب التيك توك؟ طلع قدامك. ايوه يلا فوت. لا لا انت اللي بتحب التيك توك. نعيمة صحتين. أكتر حدا بحب الأطفال جوال، والأطفال بحبوها كتير يعني. يعني جوال مثلاً وين ما نروح حدا عنده جوال بكيفوا بيلعبوا مع جوال. الأطفال بسلكونا. أكتر حدا بيجوع كانت بزماناتها جوال، لما نمرق من جنب ماكدونالدز تجوع. سبحان الله، كل ما نمرق من جنبه جوعاني. قريب ليه يعني؟ مين اكثر حدا بيهتم بحاله؟ بلاقي بيرلا يعني دائما بتحب دائما هيك بيرلا ترندي. يعني انا بحب الموضوع. فاشينيستا بيرلا. بيرلا فاشينيستا. وهي مرات انا بساعدها شو البس هيك. هي يعني مصممه ازياء. طب يلا اللي بعد. اكثر حدا له اهتمام بالفيزياء جوال، تخصصت فيزياء فمهتمه بالفيزياء. يلا مين اكثر واحد بحب يعمل رياضه؟ جوجي. طب بنعمل كمان 5، واذا بدكم جزء ثاني بنساوي جزء ثاني عشان لازم اطلع. مين اكثر واحد ممكن يصير غني؟ اتوقع ارز، لانه ارز دائما بخرفني انه بهمه الموضوع انه كيف يصير غني. مين اكثر واحد كسول؟ ايش تخبي انت؟ شو ما نقول له؟ شو ما نقول له؟ ليش انا؟ يما بارح يما الخوصة. لا انتوا انتبهتوا انه كل ما نغطي راسراني انا مالي بريء. مين اكتر واحد فيكم مرتب باغراضه؟ يا ارز بحافظ. مسؤول عن اغراضه يعني. لا ابو ساعدنا شوي. مين اكتر واحد عنيد؟ سؤال وجيه جدا. انا؟ اسال اسال والله تسال. مين اكثر حدا بيستعمل الجوال؟ كنت مش انا راح اطلع الاخر. وهيك حبايبي خلص فيديو اليوم، نتمنى انه يكون عجبكم، واذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناه اذا بعدكم مش مشتركين، وحطوا على الجرس بجنب سبسكرايب عشان اول ما ينزل فيديو تكونوا من اول الناس اللي بتحضروا. واذا ما عجبكوش برضه نفس الشيء. بشوفكم حبايبي بالفيديو الجاي. باي.